عودة لمتابعة مستجدات الوضع بمخيم شعفاط بعد إغلاقه من قبل قوات الاحتلال والمناوشات والتوترات الحاصلة هناك. تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الغد إيمان جبور. إيمان، كيف يبدو المشهد لديك؟ نعم، نحن انتقلنا من الحاجز الذي يبدو بأنه فتح وهنالك نرى بعض المركبات تخرج من حاجز مخيم شعفاط، ولكننا تجولنا في المخيم وفي المناطق المجاورة له ورأينا ما بعد هذه المواجهات، الحجارة، الحرائق، رائحة الغاز. هنا نحن في بلدة عناتة وهي مجاورة لمخيم شعفاط، وهي أيضا يمكن القول بأنها متواجدة تحت هذا الإغلاق. أولا هنالك مروحية تستمر في التحليق في سماء هذه المنطقة في مخيم شعفاط وأيضا هنا في عناتة. هنا من خلفنا يمكنكم رؤية تجمع لبعض الشبان وأيضا إحراق لأطر السيارات. هنالك في على امتداد هنالك الشبان وما بين قوات الاحتلال، نتحدث عن جنود هذه المنطقة تابعة لمنطقة مصنفة منطقة باء بمعنى تابعة لسيطرة أمنية إسرائيلية تماما. هنا يحرقون أطر المركبات أيضا. هذا الشارع هنالك زاوية نفايات أحرقوها بالكامل، وهنالك مواجهات ما بين قوات الاحتلال. نحن نشم رائحة الغاز أيضا. إلى هنا الشبان يواجهون قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة. هنا تجمع كبير لأهالي المنطقة والشبان. الوضع في المخيم يبدو بالفعل بائسا، الوضع الإنساني، وضع البنى التحتية. الناس يقولون لنا، يرون لنا بأنهم مر عليهم يومان صعبان للغاية تحت قنابل الغاز.